فداء لوطنك، لدينك، لعزتك، لخلودك، لبقائك، لحريتك، لعزتك. نحن جالسون معك وقلوبنا معك، جينا لنجدد ذكرك، وأنت لا حاجة إلى تجديد الذكر، أنت قد خلدك الله وخلدتك الأئمة سلام الله عليهم. أنت لم تمت ولم تمت ولم تمت، وستبقى خالدا مخلدا إلى قيام الساعة. هذه الحركات والتحركات والتحرك الذي يوجد في الساعة كله من فيضك وكله من عطائك، كيف لا وقد قدمت نفسك وزهقت روحك في سبيل الحق في سبيل الشرف، فهنيئا لك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. السلام عليك أيها الشهيد وعلى جميع الشهداء. وها نحن جئنا لك لا لنقرأ الفاتحة ولا لنجدد ذكرك، وإنما لأجل أن نحذو حذوك وأن نصير نهجك. كما رزقك الله الشهادة سنرزق الشهادة ببركاتكم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصيتي إلى أبويك أن أقول لهما صريح هذه الآية المباركة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح والدم نفديك يا شهيد.